السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار، فينما كنتوا داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقولوا الله يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر. إذن إخواني أخواتي، وغادي نبقاو في التتبع ديالنا القضية، يعني قضية الإيمان، القضية ديال مولات خيزو أو لا فوزية بوشيب. هاد القضية دي اللي كيف ما لاحظتوا في العنوان استخراج الجوتة ديال زينب، استخراج الجوتة ديال زينب أخت إيمان متوفية وإجراء الخبرة عليها، هذه هي النقطة اللي غادية يعني تفجر مجموعة ديال الأمور وغادية يعني تفرض الوجود ديالها في هاد القضية هذه، قضية ديال استخراج الجوتة واللي تم تسريب ديال هاد المعلومة هذه يوم أمس. هاد المعلومة اللي غادي تجر يعني العديد من الشخصيات الكبيرة والمسؤولة واللي كانت يعني قادة الملف ديال الوفاة ديال زينب، من الناس يعني اللي كانوا قادوا الخبرة الأولى واللي كانوا حدوا بأن المرض أو الوفاة ديال زينب راجع الحادثة تسير. هما أيضا غادي يطالهم التحقيقات الجديدة اللي غادي تفتح من بعد ما تعتقلات مولات خيزو. إذن خوتي وخواتاتي، قبل ما أنني يعني نغوص في التفاصيل ديال هاد القضية دي وديال هاد الاستخراج ديال الجثة، كنتمنى أنكم يعني ما تبخلوش علينا قبلي لايك لهذا الفيديو هذا، واللي لأول مرة يعني كيشاهدنا وما مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس فضلا وكرما منكم إخواني أخواتي. فكيف ما قلت فهاد المستجد وهاد المعلومة، فكيف ما كتعرفوا فالقضية كان بين بأن يعني الموضوع ديال الاعتقال هو موضوع ديال إيمان، ولكن الناس أو الجمعيات الحقوقية اللي مشات وحضرات يعني لذاك التحقيق اللي تم يوم أمس 14 جانبير، فتفاجئوا بأن الجهات محققة فاتح الملف يعني بشكل كبير، وأن أبرز النقاط المهمة في هذا الملف وفي هذه القضية هي النقطة ديال الوفاة الغامضة ديال زينب، واللي بحسب الملفات القديمة فهي توفات نتيجة ديال واحد الحادثة ديال سير، في المكان مجموعة ديال الجمعيات سابقا كتقول بأن الوفاة ديال زينب فيها إن كيف ما تنقولوا بالدارجة المغربية. فهذا الاستخراج ديال الجثة واللي من المؤكد أنه قد تم في انتظار يعني عمل خبرة من أجل التوصل إلى الوفاة أو لسبب الوفاة الحقيقي اللي أدى إلى وفاة زينب أخت إيمان. في يعني في الجزء الثاني أو الطرف الثاني في هذه القضية أو النقطة الثانية اللي على ودها حاليا هذه السيدة هذه اللي هي مولات خيزو أو لفوزية بوشيب، معتقلة حاليا رفقة الزوج ديالها. فهذه القضية هذه بحسب المعلومات فهناك شخصيات أو ناس مهمين، خصوصا الناس اللي كانوا صايبوا الخبرة الطبية لزينب لحظة الوفاة ديالها وكتبوا يعني في الملفات والوثائق اللي على ودها تم يعني إدراج هذه الوفاة كوفاة نتيجة دي الحادثة تسير، في حين أن التحقيقات الحالية ربما غادي تثبت أشياء أخرى، أشياء اللي ممكن غادي تجر العديد والعديد من الناس اللي كانوا رقدوا هذا الملف هذا واللي كانوا داروا بأن السيدة هذه أو هذه البنت توفات نتيجة حادثة تسير. فهذه النقطة أو هذه المسألة هذه هي جزء أو لنصف هذه القضية هذه اللي هي قضية الاعتقال ديال فوزية بوشيب بسبب قضية ديال إيمان وأيضا الأخت ديالها زينب. فبحسب المعطيات وبحسب كل الإشارات كتشير بأن المسألة غادي تكون كبيرة وكبيرة جدا، وغادي نمشيو فيها بزاف ديال الناس وبزاف ديال المتورطين كاينين في هذه القضية هذه. ففعلا هذه السيدة لما كانت تقول أنك تعرف مجموعة ديال الناس فأكيد غادي تجر كل شيء وفق داك الشيء اللي كانت كتقول، لان اصلا التحقيقات بدات غادي تبين لنا مجموعه ديال الاشياء ومجموعه ديال الناس اخرين متورطين سواء من قريب او من بعيد، خصوصا في هذه النقطه ديال الوفاه ديال زينب واللي كيف ما قلت سلفا تم الادراج ديالها على اساس انها توفات لما كانت غادي بغات تشري لها واحد الحلوه بسبب يعني عيد الميلاد، توفات نتيجه ديال حادثه سير. لكن الآن من بعد
هذه المعلومه اللي خارجه للعلن، اللي هي ان يعني تم استخراج ديال الجثه من اجل يعني القيام بواحد الخبره الطبيه، عليها خبره طبيه جديده. اذا الناس اللي كانوا داروا الخبره الطبيه الاولى هما ايضا يعني غادي يشملهم التحقيق، هما ايضا غادي يتبعوا المساءله، هما ايضا يعني حاليا كيقيسهم اللهب ديال النار ديال هاد القضية هادي اللي تفجرات مباشرة من بعد الاعتقال ديال فوزية بوشيب. في حين أن نقطة أخرى مهمة اللي هي أن إيمان يعني اعترفت أو لا اعطات مجموعة ديال الأقوال، ومن بين هاد الأقوال هادي هي أن المرتكب اللي ارتكب عليه هذاك الفعل الشنيع هو ابن فوزية بوشيب، عكس ما كان كيروج أنه أحد أبناء الجيران أو لا العم ديالها. هاد القضية هادي اللي كيبان أن مازال غادي تفجرنا مجموعة الأمور، في انتظار أيضا الجلسة القادمة اللي غادي تكون في شهر اللي غادي تكون يوم 28 في هذا الشهر هذا، يعني شهر 12 شهر دجنبر. فاحنا يعني هنا غادي نتسناو هذيك الجلسة اللي من خلالها أكيد غادي تكون نتائج ديال الخبرة الطبية اللي دارت على الجثة غادي تكون خرجات، وغادي تكون داعم قوي في هذا الملف هذا اللي غادي نقدروا نشوفوا فيه واحد سيناريو كبير وكبير جدا. وأكيد هذه الجلسة هذه ما غاديش تكون هي الجلسة الختامية، أكيد غادي نشاهدوا مجموعة ديال الجلسات والجلسات والجلسات. علاش؟ لأن هذه القضية دي كيف بتنقولوا بالدارجة قضية حامضة وقضية كبيرة وكبيرة بزاف، ما كنظنش أنها غادي تحسم في جلسة أو لا جلستين. فإخواني أخواتي، فكيف ما يعني كيروج حاليا بأن السيدة هي موضوعة تحت واحد كتسمى يعني كما كتسمى الاعتقال الاحتياطي، لكن من بعد يعني مرور 3 أيام فيعني يمكن نقولوا بأن هذا اعتقال رسمي، خصوصا أن السيدة يعني هي والزوج ديالها ما معتقلينش في مركز الشرطة، بل هما في السجن ديال بوركيز. وبحسب يعني المعلومات ديال الناس اللي كيكونوا معتقلين اعتقال احتياطي فما كيكونوش في السجن، بل كيكونوا يعني عند الناس ديال الشرطة، ما كيكونوش موضوعين في السجن بحال الحالة ديالنا. وهنا كيبان لنا ان هذه المعلومات بخصوص ان يعني هذا مجرد اعتقال احتياطي، وان فوزية بوشيب رفقة الزوج ديالها غادي يخرجوا لما تسالي المده ديال الاعتقال الاحتياطي، واللي غالبا ما كتجاوزش كما قلنا 3 ايام او 72 ساعه. لكن لما تجاوزنا حاليا فخص البعض يقتنع ان دقت ساعه الحقيقه، وان يعني هذا اعتقال ما غادي يسالي حتى تسالي التحقيقات. وهناك يعني اذا كانوا بريئين كيف ما تنقول فغادي يتم اخراج ديالهم، واذا كانوا مذنبين فغادي ينالوا العقاب ديالهم واللي كيستحقوا، واللي فيه يعني ناتج المجموعه ديال الامور، مجموعه ديال الشكايات، ومجموعه ديال الامور اللي وصلت هاد يعني الفوزية بوشيب او مولات خزو والزوج ديالها لهذا الامر هذا، الا وهو مواجهه العداله انصافا لروح زينب، ايضا انصافا لايمان. الى هنا اخواني واخواتي، وفي انتظار يعني ظهور مستجدات مهمه في هذه القضيه هذه باش انني نتشارك معكم، كنتمنى لكم الصحه والعافيه. وكيف ما قلت يعني في البدايه كنتمنى انكم ما تبخلوش علينا بلي لايك لهذا الفيديو هذا، ونتلاقى معكم في قادم المواعيد ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Thank you.